صاحبي إني فت عليك سبع مرات سبع مرات ما فتحتش الباب ولا رضيت على الشحات على الشحات. اعلم يا صاحبي إني فت عليك سبع مرات سبع مرات ما فتحتش الباب ولا رضيت على الشحات على الشحات. وتشوفني تعمل عبيط وتقولي فين أراضيك وتشوفني تعمل عبيط وتقولي فين أراضيك وتلف وتدور عليا تلف وتدور عليا يا كاهين يا كاهين يا كاهين لفات 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 لفات. سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احترسوا من الساحرة الإفريقية سويني كولوبالي مصرية اسمها الحقيقي شفعات فتح مخك متخصصة في النصب عن طريق إقناع ضحاياها بقدرتها على توليد الأموال بالسحر والشعوذة. معلوماتنا تؤكد أن حصيلة عمليات النصب التي قامت بها وصلت لملايين الجنيهات، وهي حاليا تجهز للهرب إلى الخارج بهذه الأموال. المطلوب القبض عليها متلبسة واستعادة الثروة. بقى يا شفطورة يا عيسي 20,000 جنيه دول فلوس يا زولي؟ دي ضربة معلم، عملية مقنعة مش بطالة. هتبيش طماع عمار كله يشرب حلاوة والله ينور. طبعا ما انت لازم تقول كده، اصلك مش شايف شغلك لغايه ما ترجع زي اصلك حرامي غسيل. ما تقوليش في وش عمار، ده انا مجهز لك شغلانه هناكل بقلاوه من وراها. واحد خواجه اسمه كرياكو مع قرشين محيرينه. قلت لي اسمه ايه؟ كرياكو. وهجيبه لك معايا الليله. قشطه. يبقى انا ماسكه انا نوا. يبقى انا ماسكه انا نوا. يبقى انا ماسكه انا نوا. اتفضل يا خواجه. يا اخل وزخل يا اخل وزخل. اسمع بقى حبيبي، انا اسمي الخواجه كرياك. اهلا بك يا خواجه. ازيك حبيبي؟ انا اسمع عنك كلام كتير يا حبيبي، انك تاخد 1 جنيه تدهوني 5 دولار بالشوازه شوازه. يبقى انا ماسكه انا نوا. يبقى انا ماسكه انا نوا. نصيبك حيسيبك وين ما قدر حيكون. بص حبيبي، انا عاوز اتكلم معك في موضوع خاص. انا اصلي هتجوز بنوته صغننه وعايز اطلب منك طلب. انا معيش غير 1,000 جنيه عايز ادهم لك وتدهم لي 5,000 دولار. ادام الفلوس في الحلال مش مهم يا دول ايه يا خواجه، المهم المبلغ فين. لا يا حبيبي مش على طول كده، انا خواجه صحيح بس خواجه مضغطة. الاول شرط اخلق ايه نور. يبقى انا ماسكه انا نوا. ايش شوفك؟ بص حبيبي، انا الاول عاوز اعرف اتعابك كام. خواجه انا ما بعملش الكلام دوت عشان الفلوس والاتعاب، انا بعمل كده عشان بحب الناس، بحب ال... ايه انا ماسكه انا نوا. يا سلام على باسك هذا هارد. يا سلام تذكر تذكر، بس انا حبيبي ليا شرط واحد. ما في شرط تاني خواجه، انت دلوقتي تخش تستريح وتنام لغايه ما انا اخلص العمليه. لا انا لا يمكن انام، انا افضل ما بحلق عيني كده كده. يا شبه قصدي يا بيه يا اللي فلوسك
طيب انا ماسكه انا نوع مبسوط يا خواجه. برافو برافو، انت زي ما قالوا عنك كويس كويس. طيب انا ماسكه انا نوع طقطق ودنك كويس. واسمع اللي هقول لك عليه. انا قريت في الطالع فلوسك ولاده البطن الواحده بتجيب 5 اضعاف. برافو برافو. سيبك حبيبي من كل حاجه، انا عايز اتكلم معاك في موضوع مهم. انا عايز اشتغل معاك وابقى دراعك يمين، نكسب فلوس كتير ونقسف فافتي فافتي. الكلام ما يخشش النافوخ ده، اكيد نصاب عايز يستغل طبعك ويقشط عليك. مش انا اللي انضحك عليا يا شفطوره. على جثتي يا شفاعات يا بنت سكالانس. فطع نافوخه، الجدع ده مش ممكن يشتغل معانا ابدا ولا يعرف سر المكنه العجيبه اللي تدخل لها فلوس سليمه تطلع فلوس مضروبه. شفطوره تقصد ايه بالكلام ده؟ انت اتجننت يا شفاعات. يبقى انا ماسك انا الوه. صاحب 7 لفات غنوا العيال الالوفات، ابو فروم الغالي يجيبوها بالالوفات. صاحب 7 لفات غنوا العيال الالوفات، ابو فروم الغالي يجيبوها بالالوفات. العيلة عيلتي تجيب والكلب برضو نسيب، العيلة عيلتي تجيب والكلب برضو نسيب. مكر ومكره يصيب جنس الفراخ بالذات، جنس الفراخ بالذات. صاحب 7 لفات غنوا العيال الالوفات، ابو فروم الغالي يجوها بالالوفات. صاحب 7 لفات غنوا العيال الالوفات، ابو فروم الغالي يجيبوها بالالوفات. يا كل عنب مبطور ارنب على عصفور، يا كل عنب مبطور ارنب على عصفور. ونهايته يا جمهور تكتيفه للستات، تكتيفه للستات. صاحب 7 لفات غنوا العيال الالوفات، ابو فروم الغالي يجيبوها بالالوفات. صاحب 7 لفات غنوا العيال الالوفات، ابو فروم الغالي يجيبوها بالالوفات. صاحب 7 لفات وفاق وصلحوا، واحد براءة وفرحوا،